اتحدت لغة هذه الوقائع وتوحد منطقها في المثال التونسي والمثال الليبي والمصري وكذلك اليمني، حيث ابتدأ الحراك في كل هذه الأمثلة بسقف متواضع نسبيا من المطالب والإصلاح وبأسلوب سلمي، فلم يوافي أذنا صاغية من الأنظمة الحاكمة، وإنما قوبل بالتجاهل والاستخفاف والازدراء والتخوين والإساءة إلى الجماهير المحترقة والعقوبة الصارمة والقسوة الطائشة وألوان القتل والملاحقة والتضييق والتعذيب، وبالحديد والنار والإعلام الكاذب، وبتوظيف الثروة في الاستضعاف والإرعاب والتنكيل. هذه تجارب حية ومشاهد قائمة على الأرض وأكبر من كل وسائل الإيضاح، ولا تحتاج إلى تعليم ولا تلقين، ولا تفتقر إلى عقلية فلسفية وفكر معتاد على التدقيق. وهذا كله كما هو مشاهد للشعوب الأخرى مشاهد للأنظمة والحكومات الأخرى كذلك. فماذا يعمي أنظمة كثيرة على الاستفادة من كل هذه الدروس وترتيب الأثر على هذه النتائج؟ الحكومات ليست غبية، وهي غنية بسياسيين بالمحللين السياسيين، وهي غنية بالمحللين السياسيين وذوي الخبرة والاختصاص، وهي أغنى بالمعلومات وأحرص على رصدها، على أن عطاء هذه التجارب لا يحتاج إلى شيء من ذلك لشدة وضوحه وتكرره وتقاربه الزمني وعدم اختلاف بيئة بقية الأنظمة المجاورة عن بيئتها. لكن شيئا واحدا عند الأنظمة والحكومات هو الذي يعطل فهمها ويفقدها البصيرة ويوقعها في العمى عن رؤية الحقائق، ذلك هو غرور القوة والحب المجنون في السلطة المطلقة والاعتزاز بالإثم وروح الاستعلاء من غير حق. ومن هنا فإن أكثر الأنظمة لا يعطي قليلا من حق الغير له إلا عند أقصى درجة من درجات الاضطرار. ومن هنا فإن أكثر الأنظمة لا يعطي قليلا من حق الغير عنده إلا عند أقصى درجة من درجات الاضطرار. انظر متى آمن فرعون واستسلم لأمر الله، إنما كان ذلك منه حيث عاين العذاب وعاين أن القدر قد أحاط به من كل جانب وألا مخلص له، وذلك ساعة لا ينفع الندم. وقليل من الأنظمة الحاكمة ما يلتفت إلى خطورة الموقف في البدايات ويحاول معالجة الأمر بأقل قدر ممكن من التنازلات أو الترضيات تحت شعار رعاية الشعب والاهتمام به. لا بد للأنظمة أن تكون التجارب المتكررة المتكثرة قد علمتها أن إصلاحاً في وقت يحل المشكلة، ولا يجدي شيئاً ثم لا يجدي شيئاً في وقت آخر، وأن الإفراط في استعمال القوة لم يفلح فيما استهدفه في كل التجارب القريبة، وأن مطالب الشعوب يرفع سقوفها شدة القسوة وطول الانتظار واليأس من نفع القليل الذي تراه السلطات كثيرا، وأنه ليس من العقل ولا الحكمة أن ما عليك أن تعطيه اليوم لا تعطيه إلا بعد مذابح وسفح دماء الشعوب والخسائر الكارثية للأوطان، وهو عندئذ لا يرضي.